مرحبا بكم في الحلقة 15 من السيارة. يجب أن نركن السيارة هنا فشاهدوا معنا هل سوف نستطيع إتمام المهمة بنجاح. هنا ناقل الحركة إلى الأمام وإلى الخلف، الفرامل قوية جدا. تابعوا معنا، شوفوا كيف سنلف وكيف سندور. كاد هذه الحاجز أن يلمسنا، وإذا لمسنا سوف نخسر، لكننا سوف نربح. شاهدوا معنا ببطء ووصلنا. ننتقل إلى المرحلة 16 وسوف تكون أصعب قليلا. يعني هذه هي المرحلة، شاهدوا السيارة، هذه هي الحواجز. سوف نسريع ويجب أن نتوقع الحذر في المرة المقبلة. نتوقف ثم نسرع هنا، والبرامل لا، يجب أن نتوقع الحذر. سوف نعيد مجددا. نتوقف هنا، نتوقف قليلا. السرعة لا يجب أن نسرع. ناقل الحركة إلى الخلف ثم إلى الأمام. يجب أن نركن السيارة هنا. نسرع قليلا ووصلنا. شكرا لكم وإلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been.